السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة ثانية بكالوريا علوم اقتصادية وكذلك تقنيات التدبير المحاسباتي. اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد لو سوجي دونترينمون على اكزامان ناسيونال. إذا غنخدم معكم واحد لو سوجي اللي بيه غندربوا على كيفية إجابة على الأسئلة ديال الامتحان الوطني. ألور بالنسبة للامتحان الوطني تعطيكم دي دوكيمون فحال هكا. الوغ هنا عندنا دوكيمون 1 دوكيمون 2 وعندنا ان ترافاي افير، يعني مجموعه ديال الاسئله اللي يكونوا مرتبطين بلو دوكيمون. وغالبا هاد الاسئله هادو راه واحد 80% من الاسئله ما كتخرجش على الدوكيمون. دونك انت حاول تقرا الدوكيمون مزيان المره الاولى والثانيه والثالثه وغتاخد كيف غتاخد لو دوكيمون. غتاخد واحد القلم ديال الرصاص او ستيلو وغتحاول تسطر على العبارات لي زيكسبريسيون اللي ممكن انها تكون اجابات لبعض الاسئله اللي غتلقى ان شاء الله في ترافاي افير. الو انت كتقرا يعني لي زيكسبريسيون اللي مهمين لي بلوز امبورطونت فوز لي سوليني باسكو ايل بوف كونستيتوي دي ايفونتويل ريبونس، يعني ممكن انها تكون يعني اجابات لبعض الاسئله اللي غتلقاوها ان شاء الله تعالى في يعني لو ترافاي افير. الوغ نبداو على بركه الله. دونك عندنا هذا دوكيمون اللي كيتحدث على واحد الشركه اللي سميتها ستيل كيز سترافور ماروك اس اس ام ايتون est dans une mauvaise passe, souffrant d'une baisse ininterrompue de son chiffre d'affaires. Donc à l'entreprise il souffre كتعاني من تراجع ديال لو chiffre d'affaires ديالها. Elle voit ses marges s'effriter depuis trois exercices. يعني les marges هامش الربح ديالها كينزل يعني منذ ثلاث سنوات. Ainsi à l'issue du dernier exercice clos à fin février 2006, la filiale, donc هنا كتلاحظوا معايا استروا لكم على كلمه لا فيليال. الوغ هذه باينه غايقول لكم في الاسئله اشرح لي المعنى ديال لا فيليال. دونك لا فيليال ماروكين دو جيون امريكان ستيل كيز 2,9 مليار دو دولار دو بينيفيس ان 2005 سوا 30 مليار دو ديرام pour un effectif de plus de 13 000 employés, a essuyé une perte d'exploitation de 10,3 millions de dirhams milliards de dirhams en 2005, soit une augmentation de 63,5%. Amélioration du service et export en Afrique subsaharienne pour redresser la barre. دونك هنا حاولت تحسن من لو سيرفيس ديالها يعني من لا كاليتي ديالها ومن ليكسبور يعني التصدير لافريقيا يعني جنوب الصحراء. اس اس ام لان دي ليدر ناسيونو دون لا فابريكاسيون دو موبيلي دو بيرو اي لاميناجمون دي اسباس، يعني من بين الشركات الرائده على الصعيد الوطني في لا فابريكاسيون ديال الموبيلي دو بيرو. اوكوب اوسي اون بوزيسيون كونفورتابل، يعني كتشغل واحد المكان واحد المكانه مريحه في لو مارشي ديال الالكتروميناجير. افيك اون برودكسيون انويل دو بليزيور ديزان دو ميلي داباري دو مارك ارتور مارتان اكولي دون لي غروند سيرفاس، يعني كتبيع لي مارك ديالها في لي غروند سيرفاس يعني في لي سوبر مارشي الكبار مثلا بحال مارجان بحال اسيما ايتترا بار لانترميديير دون سينكونتين دو ريفوندور، يعني 50 بائع اللي كيبيع ليها هذوك لي برودوي ديالها. مالغري سون بوزيسيونمون سور سي سيكتور اون بلين كروسونس او ماروك اس اس ام subit l'effet d'une concurrence. Donc la concurrence لاحظتم معايا هنا لا كونكورونس او المنافسه اش كتشكل بالنسبه للانتربريز؟ كتشكل ليها اون مناس يعني هذا تهديد بالنسبه للشركه. De plus en plus agressive notamment sur le segment de l'électroménager
pour compenser le déclin du business qui la frappe. La société compte optimiser son service client. Donc, هنا كتحاول انها optimiser son service client باش تغطي هذاك المشكل اللي عندها في لو déclin ديال بعض des activités ديالها. Notamment par une réduction substantielle des délais de livraison. Donc, la réduction ديال les délais de livraison. هذه بعض الاجراءات اللي قامت بها باش تكمبونسي لو déclin du business ديالها, يعني بعض لي زافير ديالها اللي تضربوا لها من خلال المنافسه. Et mieux exploiter le potentiel du marché de l'Afrique subsaharienne qui ne dépasse pas actuellement 20% du chiffre d'affaires global. يعني هنا حاولت تجه لواحد لا استراتيجي ديال الانترناسيوناليزاسيون, يعني حاولت انها تمشي لافريقيا جنوب الصحراء باش تصدر المنتوجات ديالها, لان هذا المارشي هذا ما كيديباسيش 20% من الشيفر دافير جلوبال ديالها. دوكيمون الثاني نقراوه. ستيل كيز ديبوزيتير et fabricant au Maroc de la marque de matériel électroménager Arthur Martin se désengage. يعني حيدت الالتزام ديالها من القطاع ديال من هذا القطاع هذا. Après avoir cédé en 2005 la fabrication de produits brand à Fagor. يعني باعت هذا البرودوي براند الفاغور واحد الشركه اخرى ديال الالكتروميناجير. L'entreprise a aussi mis fin au contrat de distribution de coffres de sécurité qui l'a lié au groupe de français Fichet Bosch. يعني حيدت الكونترا ديالها مع هذه الشركه هذه. Désormais il se recentre sur son cœur de métier. يعني حاولت انها تكونسونطرا على لو ميتيي, يعني النشاط الاساسي ديالها اللي هو لا فابريكاسيون دو موبيليي دو بيرو دون لا ميزون مير اي لو ليدر مونديال. ستيل كيز نا في كو تيري لي كونكلوزيون دي شانجمون انترفينو دون لانفيرونمون دي افير. لا بيس دي تاريف سور لي امبورطاسيون كوندان لا برودكسيون لوكال دارتيكل الكتروميناجير ا كور مويان تيرم. يعني عندنا هنا لا بيس ديال لي تاريف دامبورطاسيون, يعني هنا غيخلق ليها المنافسه. اموان دتر كومبيتيتيف اترافير لي غروس سيري اون نوفيل استراتيجي. هنا كنحاول تفكر في استراتيجيه جديده. سامبوزي اي سي سكو نو زافون في اكسبليك جي ايبرتارد le PDG de l'entreprise. Ce repositionnement n'est pas du tout au repos quand on fait que l'électroménager représentait 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. En effet, le retrait, donc là on cadre les comptes derrière quoi le état le retrait. Le retrait progressif de ce secteur explique selon le PDG la baisse régulière du chiffre d'affaires durant ces dernières années. يعني الاسباب اللي خلاتهم ينسحبوا من لو مارشي هو لا بيس ريغولييغ ديال شيفر دافير. ناتورالمون il fallait aussi se séparer d'une partie du personnel. يعني بغينا نتخلصوا منا تخلص من واحد لا بارتي دو بيرسونيل. او توتال 120 بيرسون سور لي 340 كي كونستيتو ليفيكتيف كي ترون ديفينيتيفمون لونتربريز ديسي 2007. لو شيفر دافير اتيندرا 250 مليار ديرام ا لوريزون 2010. 250 millions de dirhams à l'horizon 2010. Steel Case pose les jalons de sa nouvelle offensive sur le matériel de bureau pour cette année. Un investissement de 9 millions de dirhams est programmé dans l'usine de Mohammedia pour présenter les concepts d'équipement. L'entreprise compte de se doter d'un showroom permettant de présenter de le mobilier comme dans l'environnement de travail. Nous comptons investir commercialement pour renforcer nos positions. Donc on a حاولت يعني renforcer la position ديالها بالانفستيسمون. حاول دير الاستثمار l'entreprise حاولت دير الاستثمار ديالها باش تحاول renforcer تقوي le position ديالها sur le marché. Confie le PDG qui entend jouer la carte de la qualité. هنا حاولت تلعب على الفاريابل ديال الكاليتي, حاولت تحسن من الكاليتي ديالها باش تحافظ على المكانه ديالها في السوق. Aujourd'hui le Maroc est une plateforme d'exploitation vers les autres pays du Maghreb et l'Afrique
d'Afrique francophone. À ce jour, ces destinations ne comptent que pour 10% dans l'activité de l'entreprise. L'objectif est que le chiffre d'affaires soit partagé à part égale entre le marché domestique et l'export. Les prévisions font état d'un redressement progressif du chiffre d'affaires qui devrait atteindre 250 millions dirhams vers 2010. Alors, rendons-nous les questions que les Canadiens définissent les expressions soulignées. Je nomme les expressions soulignées. On a le filial. Ou on a la stratégie. Donc, je vais vous la définition d'elles. Donc, la filiale, c'est une société bénéficiant de la personnalité morale et de l'autonomie comptable. Yani, qu'est-ce que la personnalité morale ou de l'istiqlaliya au niveau de la comptabilité, mais elle est contrôlée par une société mère qui possède plus de 50% de son capital. Donc, il y a une istiqlaliya dans la comptabilité de l'istiqlaliya. عندها لا بيرسوناليتي مورال الشخصيه المعنويه ولكن هاد الشركه هادي هاد الفيليان كتكون متحكمه من طرف واحد سوسيتي مير الشركه الام اللي كتملك 50% من راس المال ديالها الوغ هادي هو المعنى ديال لا فيليال والتحكم كيكون تحكم اداري بالنسبه للاستراتيجي شنو هي الاستراتيجي او استراتيجيه دو الاستراتيجي كونسيست ا ديتيرميني لي اوبجيكتيف يعني كتعتمد على تحديد الاهداف اي لي بوت فوندامونتو ا لون تيرم على المستوى البعيد او على المدى البعيد دين اورغانيزاسيون بوي ا شوازير لي مود داكسيون دونك كنحط الاهداف لا استراتيجي كنحطو فيها الاهداف كان ديتيرمينيو لي اوبجيكتيف او لي بوت وكنجيبو الوسائل باش نحققو هذوك الاهداف هذا هو المعنى ديال الاستراتيجي دونك لا فيكساسيون ديال لي اوبجيكتيف اي لا ميز اون اوفر دي مويان بور اتيندر سي اوبجيكتيف بيان سور ا لون تيرم شنو هو لو روتري المعنى ديال الروتري الروتري هو لو ديزونغاجمون هو عدم الالتزام اولا عدم الاستثمار في واحد ميدان معين دونك لونتربريز ا شوازي دو سو روتيري دو مارشي دو سو مارشي باسكو فوا لا بيس ريغولير دو سون شيفر دافير يعني الشيفر دافير ديالها تراجع الو حاولت لونتربريز نايا تروتيرا من لو مارشي انها تخرج من لو مارشي محتاج ما بقاش عندها الربح في هذا المارشي هذا دونك لو روتري سي لو ديزونغاجمون سي لو ديغاجمون او بيان لانفيسيس لو ديزانفيسيسمون عفوا لو ديزانفيسيسمون نشوفو السؤال الموالي قال لك بريسيزي لي ستراتيجي انفيزاجي بار لونتربريز بور سورمونتي سي ديفيكولتي يعني باش تجاوز الصعوبات ديالها شنو هو الاستراتيجي اللي قررت انها تادوبتيهم دونك عندنا الاستراتيجي دو سبيسياليزاسيون دونك ما تخصص في المجال الرئيسي ديالها ودارت الاستراتيجي د انترناسيوناليزاسيون قال لك ريلفي لي ريزون كي بوس لونتربريز ا شوازير سي استراتيجي شنو هما الاسباب اللي خلات لونتربريز انها تفكر في هاد لي دو استراتيجي هادو Alors, comme une raison, les qui est dans le document, on a une baisse ininterrompue de son chiffre d'affaires, يعني واحد تراجع بدون توقف ديال رقم المعاملات او حجم المعاملات ديالها. عندنا une perte d'exploitation de 10,3 millions dirhams en 2005, وعندنا la baisse des tarifs sur les importations, واخيرا عندنا لا كونكورونس هذه كلها اسباب اللي خلات لونتربريز انها تفكر في هذوك لي استراتيجي اللي هما لا سبيسياليزاسيون ولا انترناسيوناليزاسيون السؤال الموالي قال لك ريلفي دي دوكيومون لي فاكتور كلي دو سوكسي د لونتربريز ستيل كايز سترافور ماروك شنو هما لي فاكتور كلي دو سوكسي او عوامل النجاح او مفاتيح النجاح دونك لي فاكتور كلي دو سوكسي اللي كاينين في الدوكيومون عندنا لا كاليتي عندنا لاميليوراسيون دو سيرفيس تحسين الخدمات عندنا لا ريدكسيون دي ديلي دو ليفريزون وعندنا لوبتيميزاسيون دو سيرفيس كليون دونك هادو هما لي فاكتور كلي دو سوكسي عوامل النجاح السؤال الموالي قال لك مونتري لامبورطونس بين الاهميه ديال لي فاكتور كلي دو سوكسي بالنسبه للاس اس ام
Alors, Ahmed, facteur clé de succès, donc, il crée une valeur ajoutée au client. Il y a un écarté, il y a un prix du client. Le client qui est en train de faire une bonne satisfaction de son besoin, des bons services, des bons services de service client, détenir un avantage concurrentiel et se démarquer de la concurrence. Yani, qu'on a il se démarque de la concurrence. Donc, il y a la stratégie. Les facteurs clés de succès. Donc, ملي كتحسن لا كاليتي ديالها راه il se démarque de la concurrence. كتميز على الكونكورنس. ملي كتاميليوري لو سيرفيس راه كتحقق واحد لافونتاج كونكورنسييل. حتى لا ريدكسيون دو ديلي دو ليفريزون كتحقق واحد لافونتاج كونكورنسييل في هذا المجال هذا. On a optimisé son service client. On a la création de la réelle valeur ajoutée au client. Donc, les facteurs clés de succès de l'entreprise. Établir le diagnostic stratégique de l'entreprise et ce qui sera fort. Donc, le diagnostic stratégique, ce qu'on a fait, فيه ديagnostic interne اللي كيهتم بالتشخيص الداخلي ديال الشركة وفيه ديagnostic externe اللي كيهتم بالتشخيص ديال l'environnement ديال l'entreprise. إذن بالنسبة ديagnostic interne فيه les forces وفيه les faiblesses. بالنسبة les forces ديال هاد l'entreprise عندنا il est leader national, position confortable, forte production de milliers d'appareils, il y a quelques tâches bzaf, l'amélioration du service, la qualité. Donc هادو هما لي فورس ديال هاد لونتربريز هادي. بالنسبه لي فيبليس يعني نقاط ضعف ديال لونتربريز عندنا اون بيرت ديكسبلوطاسيون دو 10.3% ديكلان دو بيزنس في بيس دو 100 شيفر دافير. دونك هادو هما لي فيبليس اللي كتعاني منهم هاد لونتربريز وهادو هما لي فورس اللي كتعاني منهم هاد لونتربريز وهادو داخلين في اطار ديال دياغنوستيك انترن. بالنسبه للدياغنوستيك انستيرن اللي كيهتم بلونفيرونمون أو بكل ما يتعلق بالانفيرونمون ديال لونتربريز اللي كندرسو من خلال لي زوبورتونيتي الفرص والتهديدات اللي هي لي مناس. بالنسبه لي زوبورتونيتي ديال هاد لونتربريز عندنا سون سيكتور اي ايت اون بلين كرواسونس يعني هاد القطاع كيعرف نمو كبير. بوتونسييل دو مارشي دو لافريك المارشي ديال لافريك باقي ما مستغلش مع هاد لي كونكورون وبالتالي كيشكل واحد لوبورتونيتي. لو ماروك اي اون بلاتفورم ديكسبورتاسيون فير لي زوتر بيي. بالنسبة للمناص أو التهديدات عندنا لا كونكورونس دائما كتكون لا كونكورونس دائما يحاولوا يعني ديروها راه دائما كتكون مناص بالنسبة للدياغنوستيك اكسترن. دونك اون كونكورونس اغريسيف يعني منافسة شرسة. لا بيس دي تاريف سور لي امبورطاسيون. دونك هادو هما لي مناص اللي كتهدد هاد لونتربريز هادي. نشوفوا دابا قال لك رابل الكيسيون سات قال لك رابل لانتيغي دو دياغنوستيك استراتيجيك. شنو هي الاهميه او المنفعه ديال لو دياغنوستيك استراتيجيك؟ دونك لو دياغنوستيك استراتيجيك il permet d'analyser l'environnement يعني كيمكننا من اننا نحللوا l'environnement ديال لونتربريز من خلال لي زوبورتونيتي ولي مناس et d'analyser les ressources internes de l'entreprise او الموارد الداخليه ديال لونتربريز اللي من خلالها كنحللوا لي فورس و لي فيبليس افان دو بروندر دي ميور ديسيزيون استراتيجيك. دونك هادو هما الاسئله اللي متعلقه ب هاد لونتربريز هاد. الوغ كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فو زامي، تشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.